السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول أفلون أزول فلون سومزراي ليبيا إدرفانج الحلقة التاترارس البرنامج للبلديات. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلديات والتي ننقلها لكم من بلدية زوارة. على الجانب الغربي لليبيا وعلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط تقع بلدية زوارة، أصول أمازيغية لسكانها، واسمها بلسان أهلها تامورت. تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 120 كيلومترا، كما تلاصق حدودها الغربية الحدود التونسية، إذ يعتبر معبر رأس جدير الواقع بالفرع البلدي أبي كماش هو أحد أكبر المعابر الحدودية بليبيا، نسبة إلى الاكتضاض المستمر لحركة السير المدنية والتجارية. سكانها 45,000 نسمة يتحدثون اللغة الأمازيغية، وعرف سكان المدينة بمقاومتهم للاحتلال الإيطالي وحفاظهم على الهوية الأمازيغية. وعمل سكان المدينة تاريخيا في الزراعة والرعي والتجارة، وأهم الحرف هي الصيد البحري وصناعة الجير والجبس وتصدير الملح للخارج، حيث يوجد في المدينة منذ العهد التركي ميناء للصيد البحري وميناء تجاري. يرجع تاريخ المدينة إلى القرن الثاني قبل الميلاد، حينها كان اسمها كاساس، حيث ذكرها الرحالة هيرودوت الإغريقي قبل 420 سنة من الميلاد. تتميز المدينة بشواطئها الجميلة مما جعلها قبلة للسياحة الصيفية، وخصوصا خلال السنوات القليلة الماضية. بلدية زوارة بها عدد من المحلات قبل قرار مجلس الوزراء رقم 393، والذي نص على إنشاء فرع بلدي في أبي كماش وطويل تغزالة ورأس جدير يتبع بلدية زوارة. محلات عديدة تتبع البلدية تنقص فيها الخدمات ويصعب الحصول عليها. في المدينة مطار وميناء تجاري وميناء للصيد ومستشفى مركزي ومحطة تحلية المياه، لا يعمل منها فعليا في الوقت الحالي إلا ميناء الصيد البحري. خرجت التحلية عن العمل منذ أكثر من سنة، ومثله ميناء زوارة التجاري، ثم 25 عاما ومستشفى زوارة المركزي تحت الصيانة، ليعاني أهالي البلدية باستمرار من مشكلة القطاع الصحي بصفة عامة. في الوقت الحالي يعتبر من أولويات المواطنين هنا في زوارة إلى اهتمام أكبر بالمستشفى المركزي عدراً المهجور ومصدر المياه. لذلك ستكون جولتنا لهذا اليوم من برنامج بلديات لمتابعة القطاع الصحي في المدينة. نرى أو نسمع أو بعين الواقع بأن هناك ميزانيات كبيرة تصرف لإصلاح المستشفيات وغيرها. مثلا مستشفى مدينة زوارة أكثر من 30 سنة في الصيانة، ونرى بمقابل توافد كل الليبيين إلى منافذ رأس جدير وغيرها للعلاج على أي شيء بسيط، يعني تلقى الليبي مطالع بيعالج على حاجة بسيطة. بما أن هناك توفير أو التقارير التي شوف فيها في تقارير المحاسبة أو غيرها بأن هناك مبالغ كبيرة تصرف لم نرشي على المواقع، ناهيك عن تلك الوعود التي خرجت من كثير من الحكومات السابقة بأن سيتم إنشاء مستشفيات وصرف أدوية كمستشفى زوارة مثلا مثال كبير وغيرها مستشفيات على مستوى ليبيا. مستشفى زوارة أكثر من 30 سنة، خدمة بسيطة جدا لا تكاد ترى بالعين، ربما حاجة بسيطة جدا، وعود كبيرة للتوريد وغير ذلك لم نرشي على الواقع، بل نرى معاناة المواطن يعاني في المستشفيات وفي العيادات الخاصة بمبالغ كبيرة لأي شيء بسيط
يعاني به المواطن الليبي. نشوفوا أي شيء في أي هذا الحوادث اللي تصير حتى في ترك ما كمدينة زوارة في طريق ساحلي، كل إلى العيادات الخاصة إلى تونس، مستشفيات ربما توصل المستشفى ما تلقاش دكتور، ما تلقاش طبيب، ما تلقاش عناية فائقة للاعتناء. فنرى كل الليبيين بهلبة حالات وصلت لحد الوفاة وحد البتر وحد كذا، لذلك لعدم وجود مستشفيات الإنقاذ السريع. نناشد كله ونطلب أو نؤكد على سرعة الإنجاز في هذا المجال، مجال ما فيهاش لعب، مجال فيه حياة الناس، كل يوم تضيع، كل يوم يصير فيها عاهات. نسأل الله السلامة لكل الليبيين وكل العاملين بختام. صحتك تمرت، صحتك تمرت، وليش توصلنا نص الصحة بدليل أنك كنا تفلتك أي توقيت للمستشفى تفتش أي خدمات، يعني أكيد حدك تدارت أزق النيض تفتش مني كأيضا أزق النيض وتفتش مني هالتويد، يعني ممكن إذا كانت تحصل الطوض إذا أنك كنت ويتر للمصحة السبرات اللي تتبعد 40 كيلومتر في تمرت أن أنت ممكن سعفنت ديني غاستوسة أنه ممكن أروه ويفل السقل جاي لحظة. القطاع الخدمات الصحية غرنا عشنين تحت السفر تسلد النتين يجينا الصيانة المبنى، المبنى مثلا الأسنان ورنتيد يسي يخدم بعدين وتفل الصيانة يفلا أتفلد العيادات الخارجية وليش أتفلد المستشفى وليش المصحات الخاصة الروس الأموال اللي غرنا ذهنيت وتجهنش القطاع وهنيت بحكم أن أنت تفنتي غير ناجح. الخدمات إذا متوفرات المناطق اللي خربت فلان غام جرجيز جربة مثلا تونس تخرب وفنتي الموضوع سنجح وغرنخش غرنخش شيو كان وليش شيو كان إخناب دينهاب ولا يكمش يومين التافد يضرى سماني سنتي القي المرتب سلف وسبعمية دلف وثمانمية أخصى واحد ديسن التازلي وراء المشاريع لمشاريع ماني بين الصحة يتفدي وراء الصيدلية تازلي 200-300 ألف انت سماني دي خناب يكمل المسؤولين كمن يعني يكمل احترامي لقلت يعني ولا يكمش أسان التافد يوت الميزانية دير والسيس يوتفل للفريات معينة للبرنامج معين الله مستعان وخلاص. بالنسبة للوضع الصحي بمدينة زوارة يعتبر نسبيا مزري، ما فيش لا نتمنى من وزارة الصحة الاهتمام بمستشفى زوارة المركزي، وكما يقولون يعني مدينة بدون مستشفى، يعني لا مستشفى لا عيادات لا شيء، يعني بدون اهتمام من الوزارة تجاه مدينة زوارة من ناحية الصحة، يعني تعتبر بمدينة زوارة المستشفى نتمنى من المستشفى من إكماله يعني، والصحة في مدينة زوارة تعتبر يعني مزرية للغاية يعني. والله تعتبر ما يعتبر ما فيش يعني، يعتبر عندنا زي تقول مصوص زي تقول عيادة خارجية يعني، تعتبرش يعني ما تغطيش داخل مدينة زوارة يعني. وبالنسبة للمستشفى زوارة كل مرة يجيك لجان، كل مرة يجيك رئيس يقولك تبغى نديروا لصيانة، لكن لغاية هذه اللحظة ما فيش لصيانة ولا شيء يعني. لغاية اليوم قاعدين نستنوا، احنا اهالي مدينة زوارة نستنوا في المستشفى، ورغم انه يغطي حتى المنطقة الغربية يعني، يعني لو اذا كان يهتم المستشفى زوارة المركزي يعني حيغطي المنطقة الغربية باكملها يعني. مستشفى زوارة المركزي المتوقف عن العمل منذ سنوات طوال هي احدى المستشفيات العشرة المركزية العاملة في ليبيا سابقا. بعد الصيانة الحالية والتطوير الذي شهده هذا المستشفى والتي بدأت سنة 2010 والتي لم تنتهي حتى الآن، زيدت مساحة المستشفى لتصبح 179 ألف متر مربع، وشملت الزيادة في السعة السريرية حيث ستصل إلى 473 سريراً. هذا المستشفى الذي بني على مساحة 31 ألف متر مربع في حالة إتمام صيانته وإمداده بالمعدات ستكون سعته السريرية 391 سرير بغرفة طوارئ كاملة، بها غرفة إنعاش وعمليات. عدد غرف العمليات بالمستشفى 8، كما سيحتوي المستشفى بقواطعه الثلاث على مركز للكلى ومهبط للإسعاف الطائر وأقسام عدة.
في قطاع الصحة، تم التعاقد في 2009 على تنفيذ وعلى صيانة وتطوير مستشفى، مستشفى متوقف من 92، المستشفى حيكون طاقة سريرية 473 سرير، الملاك الوظيفي المستهدف 1890 وظيفة، حيغطي كامة المنطقة الغربية أعتقد حتى لقدم الجبل، باعتبار أن في كافة التخصصات من جراحة عامة من جراحة المخ والأعصاب. يعني لما نستعرض معاك كان الملاك الوظيفي حتشوف فيه كل الوظائف أو كل القطاعات أو الإدارات المهمة في قطاع الصحة، من إيواء، من باطنة، من جراحة عامة، جراحة المخ والأعصاب. مكونة المشروع عندي مبنى الطوارئ، عندي الألف والباء والجيم، هذه المستشفيات العامة العادية أو المباني العادية، إلى جانب الأوبيدي اللي هي العيادات الخارجية والصيدلية المركزية، ثلاث محطات تحلية، محرقة، محل المورتري اللي هي المشرحة، مستشفى يقع على 179 ألف متر مربع، وجود في مكان جيد داخل مدينة زوارة، حيقدم خدمات لكافة الليبيين، وخاصة احنا موجودين في منطقة عبور اللي ماشي لتونس ولا مروح من تونس. وانت يا سيد رادي على الأقل للعلم أن الخدمات اللي قدمها مستشفى زوارة في فترات سابقة أن أكثر من 70-80% من الحالات اللي تمر شرقا وغربا مرات تحتاج إلى مساعدة طبية. كل الأمل والتقدير، نتمنى أن يتم هالمشروع اللي قاعدين تنتظر فيه أكثر من 500 إلى 550 ألف نسمة اللي هي المنطقة الغربية، ومفتوح، وأنا باسم إدارة مستشفى زوار المركزي مفتوح لكل الليبيين وكل زوار ليبيا هالمستشفى. المشروع لازم يشتغل كباكج، ما فيش واحد يجي بيقول لك أنا والله بنشغل 1% ولا 10% ولا 99%. المكونات أو المنظومات الكهروميكانيكية كلها منظومات موحدة، نتكلم على ثلاث محطات تحلية، نتكلم على خمس محولات، قاعد عندنا إشكالية كبيرة جدا في تنفيذ محطة 3011 كيلو فولت أمبير، وهذه لأن المبنى لا يمكن يتغذى بالمحطة القائمة، لو خدينا كمية الكهرباء المستشفى حنحرموا الناس اللي يتغدوا بالمحطة. المحطة ممكن 1.5 أو 2 ميجا، وأنا بخمس محولات في 2 المولدات. فالمكونات المشروع عندي قسم الطوارئ، مبنى جديد مستحدث في المبنى، عندي فيه زوز مسار عمليات، عندي فيه 14 سرير كشف. الأطرف من ذلك أن المريض ينزل فوق سرير، لما جيبه سيارة الإسعاف ما ينزلش البرة، ينزل داخل المنطقة المغلقة والمنطقة الخضراء. عندنا فيه إكسري، عندنا فيه مختبر زي ما أشرت، عندي فيه حجرتين عناية، هذا الطوارئ. بعدين عندي الأي والبي سي، هذه النوعية المستشفيات العامة العاملة في ليبيا. عندنا العيادات الخارجية مستقلة، عندنا الصيدلية المركزية مستقلة، عندنا إدارة الإدارية مستقلة باعتبار الخدمات الطبية موجودة داخل المستشفى، الخدمات الطبية كإدارة. زي ما قلت أنا عندي محرقة، عندي محطة المعالجة 500 متر مكعب في الـ في الـ في الـ اليوم، عندي ثلاث محطات تحلية، عندي محرقة، عندنا المشرحة. المستشفى متكامل من إلى، عندنا مشاكل في الإيواء باعتبار نحن عندنا أعمال الصيانة والتطوير مع النشل التنفيذ، لكن هذه مرحلة مستقبلية زي ما قاعد نشتغل على الملف الإلكتروني أو الملف الرقمي. معاش نبو المواطن يا أخوان في ليبيا يقعد ياخذ في ورقة من إلى، بيمشي للرني المغناطيسي يلقى الرني المغناطيسي راجع فيه، اللي طلب الريكوست بتاع الرني المغناطيسي يفترض يبعث مرة ثانية، وهذه اللي نسعى عليه وكيف نحول الحاجات الرقمية. كويس، هذا بالنسبه للمشروع. خلينا نخشوا تو في الجانب الإداري بالضبط. وين وصلتوا وشن درتوا وشن المشروع فيه؟ متوقف زي ما قلت من 92، لم تصرف له ميزانيه الا في 2019 لما كلفت من قبل او المقترح، من كل الشكر والتقدير الثقه الكبيره للمجلس البلدي عميد بلديه زواره في ذلك الوقت. كلفت وصدر لي قرار من وزير الصحه، بديت في الاجراءات الاداريه. ميزانيه 19 خدناها، 20 خديناها، 21 22 هذه ما كانتش لمدة 30 سنة. المشروع مشروع تنموي وليس مشروع فوق في الواقع، أنا باش تشتغل على المنظومة المالية ولا على المنظومة الملاك. الميزانيات التسييرية لتأسيس إدارة اوريدي يعني اندارت لل 2021-2022 زي ما تشوف تو انت، هذه كلها هالامكانيات اللي قدامك كلها مستحدثه بعد ال 20. نشتغل على الملاك الوظيفي، وانا ننتظر في لما جانا السيد معالي رئيس الدوله في ذلك الوقت، نداني وزير الداخليه وزير الخدمه المدنيه الدكتور الخوجه بكل شكر والتقدير، لما شاف الملاك الوظيفي قال لي اول ما تجي احنا اعتمدته لك. حولته باجراءات رسميه للسيد معالي وكيل وزاره الخدمه المدنيه للشؤون الوظيفيه
بحكومة الوحدة الوطنية، مجرد إجراءات، وهذه عندي باعتبار نطلبه سعة سريرية حنستعرضها. فننتظر إن شاء الله ونتأمل من خلال القناة قناة ليبيا للأحرار أن يتم الإسراع في اعتماد الملاك الوظيفي حتى نبدأ، لأننا نبي نشتغل الجانب الإداري والجانب الفني قبل الشركة ما تطلع، لأن عندنا منظومات زي ما قلت لك. يعني لما نتكلم على المنظومة الكهروميكانيكية، وهذا مجالي والحمد لله وما أقدر من 39 40 سنة، نتكلم على تبي طاقات كبيرة، تبي خامات كبيرة، تبي ناس متخصصين، ماهيش التكييف العادي، ماهوش الكهرباء العادية، ماهيش المحرقة العادية، مش كذا. فقاعد نشتغل في الجانب الإداري، الجانب القانوني. أول ما يسخر الله سبحانه وتعالى في استكمال الملاك الوظيفي حنبدأ نخاطب بعدين وزارة العمل في الحاجات المهمة، الجانب الإداري، الجانب القانوني، مجموعة إدارات أو مجموعة أماكن فنية كيف نسقم ونسيطر على المشروع. وبعدين إذا كان في توسعات، وأعتقد أن وزارة الصحة قاعدة تقدمنا في كافة الخدمات لما نستلم، باعتبار المشروع قاعد بين جهاز تطوير المراكز الإدارية وشركة أورهان، لما نستلمه احنا كوزارة الصحة وانا كمدير عام المستشفى حنبدأ في الإجراءات الحاجات الناقصة، لأن الدراسة المبدئية اللي اندارت قبل 2009 ماهيش متكاملة، وهذا العيب اللي فيه. يعني اللي داروا الدراسة ما كانوش واعيين بالمستشفى، ما يعرفوش شنو متطلبات المستشفى. لا يمكن أن مستشفى الطاقة الوظيفية 1890 وظيفة وانا عندي 8 فيلن، لا يمكن أن نبي 571 طبيب وانا عندي 8 فيلن. يعني حتى المعادلة بسيطة، وحتى هذه أبجديات على الأقل التصاميم، أن يفرض يكون فيه مشروع على الأقل بناء أو تنفيذ وحدات سكنية أخرى. نتكلم على المصنع الأكسجين، لا يمكن مستشفى يشتغل بالاستوانات ولا بيشتغل بالخزان متاع ليكويد أكسجين. فالمقصد من كلامي، ولما في واحدة من زيارات واحد من وكلاء وزارة الصحة فهمنا أن على أساس أنه درت دراسة متكاملة لإنشاء مصنع لصناعة الأكسجين الطبي، واخذين في الاعتبار يا إخوان مش مستشفى زوارة، عندنا رجدلين وعندنا جميل وعندنا زلطن وعندنا كذا، باعتبار في وحدات صحية احنا في النهاية متكاملين، بعضنا اللي موجود هنا يتم الاستعانة به. قاعدين نشتغلوا في بعد بإذن الله الواحد الأحد إن شاء الله. مشكلة عدم وجود مستشفى يقدم خدمات حقيقية للمواطن في بلدية زوارة ليست هي المشكلة الوحيدة، إنما إهمال الحكومات المتعاقبة لعدة قطاعات في البلدية جعلها تتفاقم. فمشكلة توقف تحلية المياه بالبلدية جعل المواطنين في معاناة مستمرة للحصول على المياه، إضافة إلى مشكلة المنشآت الطبية. هكذا وصلنا وإياكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بلديات، والتي نقلناها إليكم من بلدية زوارة. نقلنا فيها معاناة المواطنين بسبب ضعف القطاع الصحي بالبلدية.